اوقات كتيره واحنا بنتابع السوشيال ميديا بنلاقي في بعض الصفحات كده اصحابها بيتعمدوا ان هم يتظاهروا بالثروه بتاعتهم، يتصوروا بقى جوه طيارات خاصه، يركبوا عربيات غاليه، لبس غالي، يستعرضوا عربياتهم الموجوده في الفيلا. دي ظاهرة منتشرة للأسف على مستوى العالم كله، مش موجودة عندنا بس في مصر. بصمت يعني دي مشكلة كده نفسية بقينا طفحت علينا يعني من السوشيال ميديا. شفت الراجل بيوزع دولارات على طول ده؟ اه نفسي قبله اتفرج انا على فيديوهاته. لا بس هو بجد ابتدى دلوقتي ايه يبقى فيه، كل ما تفتح السوشيال ميديا البنات قاعدة بشنط كده، الولاد بتصوروا هي سايقه عربيه معينه، نبين الذهب بتاعنا عامل ازاي، حياه كده كلها غريبه عننا احنا اصلا كمجتمع وكدين وكاصولنا. زمان كانوا يقولوا لنا لا ما تعملوش كده، يعني ده مش صح انك تتباهى قوي بالنعمه دي، مش حاجه كويسه. الشخصيات دي يعني بتخلينا كده نبص على السوشيال ميديا غصب عننا بنتاثر، غصب عننا بنكتئب، كلنا يعني بالتبعية هنقارن بعض بنفسنا بغيرنا، ازاي انا ما عنديش ده، ازاي هو عايش الحياة دي وده مبسوط على طول، ده ما فيش اي حاجة بتضايقه. خلونا نفتح الموضوع ده للمناقشة ونسأل ايه الدافع النفسي والاجتماعي اللي يخلي الشخصيات دي تتباهى بثرواتها وممتلكاتها على السوشيال ميديا. تحليل وافي جدا هنستعرضه دلوقتي مع ضيفتنا او الضيفتين المنوريننا النهاردة في صباح الخير يا مصر، الدكتورة مها سليمان الباحث في علم الاجتماع والدكتورة ريهام حسن استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيكم منورينا. صباح الخير عليكم. صباح السعاده. منورنا. صباح الفل عليكم. يعني في البدايه يا دكتور ريهام عايزين نعرف ايه هو المفهوم العلمي لو قلنا يعني لمصطلح التباهي بالثروات وان انا اتباهى كده بممتلكاتي، ومن واقع دراسته في الصحه النفسيه ايه اسبابه او ده بيسمى ايه؟ كمصطلح علمي الاستعراضيه الشوي والمبالغة في التباهي ده بيكون عرض عندنا في اضطراب الهستيريا. يعني الهستيريا هستيريا هو هي في مجموعة اسمها يعني في مجموعة من اضطرابات الشخصية اسمها مجموعة المسرحية اسمها كده، فيها الحدية وفيها الهستيريا وفيها النرجسية. بس التوب اللي هي العرض الأساسي في الاستعراضية والتباهي والمبالغة هي في الهستيرية، فده بيكون يعني ده اضطراب في يعني اضطراب هستيري. دكتورة مها، ده ممكن يكون تأثيره ايه على المجتمع؟ هو ليه تأثير قوي جدا، يمكن انا حابه شويه عشان هي ظاهرة اجتماعية بالنسبة لي كباحث علم اجتماع سياسي وعلم الاجتماع بشكل خاص، انه في حقيقة الامر ده بيؤدي الى زيادة الفجوة ما بين الاثرياء وما بين طبعا الفقراء. ويمكن انا بقى حابه اشيد بدولة الصين، أقرت وأسدنت أنه عدم يعني حذفت كتير جدا من الحسابات اللي بتنشر الثراء وبتنشر أن هي بتتباهى بممتلكاتها. فده ليه؟ لأنك علشان خاطر يحد من الفجوة ما بين الأثرياء وما بين الفقراء. طيب أنا عايزة أروح لتقرير تاني، تقرير ويل ستارز الأمريكية عملت تقرير عن السوشيال ميديا وتأثيرها على التباهي، فوجدنا ان الانستغرام طبعا عدد كبير جدا موجود فيه، 60% من الحسابات الموجوده على الانستغرام بيخرج وهو عنده حاله من الضيق. ليه؟ لان هو داخل على الانستغرام في الحقيقه هو راجل يعني مضغوط في شغله، احنا في حياتنا اليوميه من الطبيعي طلعنا عينه يعني في اليوم بشكل عام، ده طبيعي ان احنا مضغوطين وطبيعي ان الحياه فعلا كلها ضغوطات وامور صعبه. هو بيدخل بيلاقي حياه ثانيه، بيلاقي ناس بتتباهى باموالها وبتتباهى بالجانب الايجابي، مفيش حد عنده جانب مشرق ومفيش حد عنده جانب مظلم طول الوقت، احنا بنبين جزء بس من حياتنا. فده بيؤدي ان 60% بيخرجوا عندهم حاله من الضيق، وده طبعا بيؤثر جدا على الحاله النفسيه وبيؤثر اكيد على الانتاجيه كمان. دكتور يعني بقينا نشوف دلوقتي ناس كتيره قوي بنتصور في الطياره الخاصه، حاجات غريبه يعني فاهمه اللي هو ايه، يعني ممكن تكون كانت موجوده زمان لكن ما كانش في حد بيستعرضها، لكن النهارده ده العادي. انا يعني بقى في شركات كده على طول بتعرض يعني اوفرز على الانفلونسرز ويركبوا بقى الطياره الخاصه بالشنطه المعينه. خلينا لو قلنا الجغرافيا الاجتماعيه بتاعت الناس دي نشأوا في شكل اجتماعي عامل ازاي، خلاهم لما اتاحت او اتيحت لهم الفرصه ابتدوا ان هم يوروا الناس يلا بصوا تعالوا انا عندي ايه انا بعمل التباهي. التباهي المبالغه فيها.
يعني هو ده تباهي وده المبالغه في التباهي. الباك جراوند بقى جاي منين؟ دي عقد نقص يعني، دي حقيقي بتكون عقد نقص، في شعور بالعجز، في احساس بانعدام الكفاءه يعني. هي هي بتتقال كده على طول يعني كتحليل للسلوكيات الغريبه الشاذه دي بالنسبه لنا كمجتمع على فكره. ان هي بتبقى كده، بيبقى في عقده نقص، في احساس بالعجز، في شعور بعدم الكفاءه، فهي بتبقى مشكلات من وهم صغيرين على فكره، ومشكلات في المعامله الوالديه وسوء التربيه وحاجات كتيره جدا بتخليهم بعد كده عايزين الاهتمام. هم بيعملوا كده ليه؟ يعني هم بيعملوا كده ليه؟ ايه الدافع لده؟ الدافع لده ان حضرتك تهتمي بيا، حضرتك تبص لي، يعني ان الناس كلها او جمع الناس اللي هيشوفوني يهتموا بيا واجذب انظارهم. مين اكتر ناس ممكن تتاثر بحاجات زي دي يا دكتور مها؟ كنت متوقعه السؤال ده. طيب. ليه بقى؟ لان هي يعني سيادتها لما كانت بتتفضل وبتتكلم في نقطه معينه، هو مين اصلا اللي بينشر ده؟ بيبقى عنده مشكله نفسيه، وفعلا دي حقيقه، بيبقى عنده مشكله نفسيه في حته فكره ان هو حاسس بجوع الشوفان. مظبوط. هو ما اتشافش وهو صغير. صح. فدي تاثير تربيه، فيتشاف ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. فاكتر ناس بتعمل كده الناس نوعين. نوع من الناس بيعمل ده علشان غرض مادي، الريتش والترند واللي بيحصل على السوشيال ميديا علشان يكتسب ان هو يبقى جزء مادي، والجزء الثاني هو عنده مشكله نفسيه. مشكله نفسيه ان هو ما عندوش شوفان فعايز يتشاف. كان في تقرير، احب التقارير، انه يعني اول ما ابتدوا يعملوا لايك في 2004 وما الفيسبوك طلع، انه دي عباره عن علامه وهميه بتدي حاله نفسيه كده من اللي هو انا متشاف، الاستعراضيه. فاللايك هو عباره عن شيء وهمي وليس حقيقي. يعني مش معنى ان حضرتك عندك ريتش عالي على الفيسبوك او عندك كتير قوي من الفولورز ان انت بقى بطل انك تطور نفسك، انا كده خلاص انا لكن ستفاعي. ممكن تشبع رغبات بعض المرضى النفسيين. بالظبط. يعني انا بحط صوره مثلا مستني مجموعه من اللايكات ومستني شير ومستني اشاده من الناس، بيبقى احتياج نفسي عنده. وعنده مشكله نفسيه. في حاجتين بقى كويس ان حضرتك تفضلت وقلت النقطه دي. في فرق كبير جدا ما بين انه انا اعرض الشيء ده علشان خاطر اوثق الحدث، وان انا حابب ان دي تبقى ذكرى لطيفه وجميله، وان شيء تاني ان انا فعليا انا مش هقدر ابقى سعيد غير بدي. فاولا هتخليني ان انا اتخلى عن الاحساس الحلو بتاع اللحظه، وتخليني في نفس الوقت برضو ان هي تدخل في الجانب النفسي اللي هو جانب الاستعراضي اللي هو الشوي اكتر اللي الدكتوره قالت عنه. ده التصرف اللي شفناه. انا بس اخد تعليق حضرتك يا دكتوره ريهام على راي الناس في الموضوع ده. هو فعلا المشكله في التاثير على الناس في الكلام ده بيكون مجمله في عدم الرضا واحساس الغضب، واحيانا في الشباب احساس التمرد على الاهل. انتوا ليه مش عاملين لي؟ ليه مش بتجيبوا لي؟ ليه مش عارف ايه؟ فالموضوع كله بيتلخص فعلا. هم يكونوا عاملين اللي عليهم بالمناسبه. طبعا. لا، ما هو هي الفكره ان اصبح الطموح واحلام الشباب دلوقتي في موضوع السوشيال ميديا والموضوع المهم اللي بتطرحوه دلوقتي، ان الطموح بقى عالي جدا واعلى من الامكانيات بكتير. وده من احد اسباب الاحباط، يعني ده بيبقى من اسباب الرئيسيه للاحباط. والاحباط بيولد عدوان، والعدوان هنا بيكون في تشويه صوره الاخر، في اثاره فتن، في التوقيع بين الناس، في كلام كتير جدا. فهي هنا يعني يعني المنطقه الاولى في فكره عدم الرضا والاحساس بالعجز وان انا مش قادر والتمرد على الاهل، ويعني الموضوع ما بيبقاش كويس ولا ايجابي. يعني دكتوره مها بقى، هل النهارده الاشخاص اللي هم المؤثرين، خليني اقول اللي بيعملوا ده بسبب ده شغلهم، يعني خلاص دي بقت شغلانه النهارده بياخدوا عليها فلوس، البراند الفلانيه بعتت لهم يعني منتج عشان يستعرضوه، سواء بقى في طياره خاصه، في فندق معين، ايا كان، وبياخدوا عليها فلوس. هل النهارده كمان الاستعراض مع انه ده شغل ده كمان غلط، ولا نقدر ندي لده مبرر؟ لا، انا اقدر ادي ده المبرر، او حابه ان انا طبعا الخي الضوء ان هي ظاهره اجتماعيه، وانه طالما هناك ظاهره اجتماعيه
إذا هناك ما يدعم هذه الظاهرة لتنتشر وتستمر بهذا الطريق بهذه الطريقة. 2022 احنا صدرنا 6 مليار ب 6 مليار موبايلات. ده رقم. طيب هو احنا هينفع نصدر بالرقم ده غير انه في نيدز او في احتياج لده؟ هي الفكره كلها ان احنا بقى اتجاهاتنا شويه استهلاكيه اكتر ما هي انتاجيه. استوردنا استوردنا 6 مليار والرقم ده انا لسه مطلع عليه يعني في المركز التعبئه والاحصاء. فيعني احنا بنتكلم في رقم كبير. اذا ما هناك ما يدعم هذا الرقم. اذا ان الاتجاه العام او الفايبس العامه بتشير ان احنا طول الوقت احنا في حاله استهلاكيه كبيره، وده مش جديد علينا احنا من سنين، بس بدات ان هي تزيد. وبالنسبه للانفلونسرز بقى وبالنسبه للبلوجرز احنا ملاحظين ده بشكل كبير. ان ده في نفس الوقت ده مجال شغلهم، لكن الفكره ان في طريقه عرضها هل هي فعلا مقصوده؟ عشان عايزين نميز بين حاجه. ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا قال ايه؟ واما بنعمه ربك فحدث. حدث ونشكر، نشكر الله على هذه النعمه، لكن ما نصورش مائده طعام في رمضان. من احنا داخلين كل عام وانتم بألف خير، داخلين على العيد الاضحى، ما يبقاش ان احنا نتباهى بان ده يعني هذه القدسيه لهذا هذه الشعائر الدينيه، ان هي تبقى تباهي وتفاخر لناس حقيقي حقيقي يعني مستويات محدوده الدخل. انا مش عايز اقصر بالمحدودين الدخل، انا هنشر ده بس بجانب ده بطريقه معينه. احنا ناس مثقفين واعيين، وهدف الحلقه النهارده والفقره النهارده هي توعيه، احنا بنرفع الوعي. احنا اكيد مش من الحلقه دي ان احنا اللي هيتفرج عليها فجاه ان هو مش هيدخل على السوشيال ميديا ومش هيقدر ان هو يتباهي ويتفاخر يعني، لكن هي فكره وعي. انت ادخل بس خد وعي الناس، وانت كمان كمتابع ادخل وانت فاهم ان دي مش حياتهم يعني، خد اللي انت ما يناسبك. انا دايما اقول كده، هو حضرتك دلوقتي تدرك شخصيتك، فانا باخد اللي بيناسبني وبسيب اللي ما بيناسبنيش. يعني اعمل انفولو رايك وايه المشكله؟ وايه المشكله؟ دي حاجه هتسبب لك ضغط، دي حاجه بتبقى من عوامل الضغط، ايه المشكله ان انا اعمل انفولو؟ خلاص. هي الفكره في حاجه بقى، انا اعالج نفسي الاول نفسيا، ان انا امنع فكره المقارنه. المقارنه حقيقي اهانه لنفس البشريه. انا لما اجي، لان احنا كل واحد عنده شابتر، يعني دكتور ريهام الشابتر بتاعها في الشابتر الاخير، انا لسه في الشابتر الاول من حياتي، اقارن حياتي بحياتها ليه؟ ما انا ابقى عارف ان في كواليس مثلاً. انا اعرف ان هي وصلت لده ان في كواليس، واعرف ان كل واحد حياته فيها ابس وداونز، يعني فيها انه 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 اللي انت مريتي بيه غير اللي انا مريت بيه. اذا انا ابص في ورقتي، اذا انا اطور من نفسي، اذا انا اعمل ديتوكس او اطهر الوقت اللي بقعد على السوشيال ميديا. احنا بنقعد كام في ساعه في اليوم؟ تقرير عملته ويل ستورز امريكيه برضو، بس عن طريق وي ار سوشيال، دي مجله قالت ان احنا حقيقا في مطلع 2024 السنه دي في يناير كان كام ساعه يا دكتور؟ 7 ساعات و25 دقيقه يوميا. ده رقم كبير كمان. رقم كبير. بس هي انا عايزه اقول حاجه، هي المقارنه بتيجي من التربية. فكرة علشان أجيب حد بالغ دلوقتي واجي أقول له ما تقارنش نفسك، الموضوع صعب. في بناء نفسي جوانا، جوا كل واحد فينا في بناء نفسي، هو خلاص شخصيته اتبنت فهو خد الاتجاه ده. فهو فكرة إن أنا أقارن نفسي بحد دي، ده موضوع فعلا يا دكتورة، وموضوع يعني وممكن يكون الأب والأم هم اللي عملوه من الأول، إن هم كانوا بيقارنوا ما بينه ما بينه وما بين قرايبه في كل حياته. ما هي بيبقى سوء تربية، هو طلع كده، هو كمان بيحب يقارن. هي فعليا سوء تربية. وحضرتك لما يبقى الشاب عنده 22 سنة أو الشاب عندها 22 سنة وتبقى هي لسه مش مدركة حالها، مش عارفة هي مين، مش عارفة عايزة إيه، إيه أهدافها؟ هو انا كده ابص للسنين اللي فاتت في حياتها مع اسرتها، هم راعوا ما ربوش، لان التربيه هي بناء الشخصيه. صحيح. ده اساسها. يعني انت تقدري تقولي دلوقتي ان اللي بيتصرف التصرفات دي تقدري تقولي عليه مريض نفسي عايز يتعالج؟ اللي هو اللي بيتباهى. اللي بيتباهى طبعا. لا طبعا، ده فيها كده طبعا. ده طيب ايه راي حضرتك في الشخص اللي بيتباهى بحاجه غيره؟ في بعض الناس ممكن تقف قدام عربيه فخمه مثلا ويستاذن صاحبها في انه يتصور بيها عشان يحطها برده على السوشيال ميديا عشان يشارك بقيه الاصدقاء، يا اما يتعالى على اصدقائه اللي معاه، يا اما يشارك الناس اللي هي الطبقه العليا يعني في الصور ان هي تكون بنفس الشكل ده. ده اسمها انخفاض لتقدير الذات واحساس بالدونيه، ده في الاصل اصلا يعني، ده الدافع لا شعوري اللي بيولد السلوكيات دي.
فالموضوع بيبقى صدقوني من التربية. ده بيكون خارج من بيئة زي ما الدكتورة قالت دلوقتي مش متشافة، هو مش متشاف يعني مش مشبع لا عاطفيا ولا إحساس أمن ولا يبقى فيه سوء معاملة، بيبقى فيه مقارنات زي ما حضرتك تفضلت. عشان كده ما بنشوفش مثلا أولاد المليارديرات يعني بينزلوا النوع ده من المحتوى يعني على السوشيال ميديا. حضرتك لما بتكوني شبعانة وقاعدة في أوبن بوفيه مفتوح مش هتقومي تتحركي وتجيبي هاخد اللي أنا عايزه بس بالظبط وبالمقدار اللي بيكفيني. هي الفكرة في كده. إنما لما بتكوني جعانة أحيانا كثيرة تلاقي الطبق قد كده وإنتي حتى مش مدية لنفسك فرصة تتذوقي الطعام يعني، فهي نفس القصة. طيب دكتور مها، بما انك بتتكلمي بتقارير وارقام، هل النهارده نقدر نقول انه حسب المحتوى اللي بتقدم؟ يعني انا النهارده لو عندي مثلا بلوجر او انفلونسر بتقدم محتوى ليه علاقه باللبس، فهي مضطره يعني تبقى بتشارك المتابعين بتوعها لبسها والبراندز والحاجات دي كلها اللي بيبعتوا لها الحاجات دي، هل النهارده نقدر نقول عليها كمان عندها نفس المشاكل فهنا حسب المحتوى، ولا كل ده بيقع تحت المظله بتاعه المرض النفسي او التباهي او النرجسيه؟ خلينا نقول هدخل في جزئيه مهمه جدا علشان اقدر اجاوب على السؤال ده. واحنا ليه بندخل على السوشيال ميديا؟ اولا مبدئيا احنا بندخل على السوشيال ميديا علشان خاطر ان احنا طبعا نعبر عن الراي، هي يعني مساحه كبيره جدا للتعبير عن الراي وتبهره جدا، بس الفكره انك داخل وعارف زي ما احنا قلنا في وعي انك داخل، مش معنى ان انت تعبر عن رايك وان انت تبقى مقبول انت في الحقيقه كده انت مقبول اجتماعيا، لا ما تبطلش انك تتطور من نفسك وتقف كده وانك انت تحدد مواعيد معينه تدخل فيها علشان تقدر انك تطور من نفسك. ليه تاني بندخل على السوشيال ميديا؟ هو مبدئيا هي في حاجه اسمها اللي هي الفومو، fear of being fear of foaming، اللي هو انا دلوقتي عايز طول الوقت عندي شراهه من ان انا ادخل على السوشيال ميديا اعمل سكرولنج على السوشيال ميديا. ليه؟ علشان خايف ان حد fear of missing out، ان انا خايف لحاجه تفوتني. يعني اللي هو انا خايف لا شيء معين يفوتني. فاحنا عندنا، احنا بطبيعتنا عندنا فضوليين. احنا كطبيعه بشريه فضوليه، تحب دايما انه يدخل على الفيسبوك عشان يعرف هو انا بس اللي مضغوط، هو انا بس اللي حياتي صعبه، ما انا عايز اشوف الدنيا. فهو اوريدي هو عنده فضول عشان يعرف غيره. بس فعلا قبل ما انت تطلع على ده عنده تطلعات، لكن شوف امكانياتك ايه، لا انت شوف قدراتك ايه، تقدر تعمل ايه، تركز على نفسك اكتر وتحاول اكتر من كده انك تطور من قدراتك وامكانياتك. ان انت قبل ما تقدر تشوف الناس او قبل ما انت تطلع عليهم، لازم الاول ان انت تعرف انت تقدر تعمل ايه علشان ما يحصلش حاله المقارنه اللي بتحصل دايما عن طريق السوشيال ميديا. كل شكر ليكي دكتورة مها، يعني مها سليمان الباحث في علم الاجتماع، دكتورة ريهام حسن استشاري الصحة النفسية، نشكركم على وجودكم معنا النهاردة. شرفتونا ونورتونا. وعلى تحليلكم اكيد لكل لموضوعنا اللي هو في الحقيقة مهم جدا، بتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا منه.